أنا إخوة الإيمان والإسلام، ونختتم هذه الليلة المباركة بهذه التلاوة العطرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عبد القادر أبو سريع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى يا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا لا تقولوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما
جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام
بهذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عبد القادر أبو سريع، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الليلة القرآنية المحمدية المباركة، والتي نقلناها من هنا من رحاب مسجد الصابرين ومنزل الحاج فتحي شعبان بقرية ميت بشار مركز مني القمح بمحافظة الشرقية، وجئنا بدعوة كريمة من الحاج فتحي شعبان غطاس. شكرا لحضراتكم ولكم تحياتي وتحيات الأستاذ حمادة فتحي شعبان والأستاذ شعبان فتحي شعبان والعائلة الكريمة. نلتقي بكم دائما وأبدا على خير، وهذه الليلة التي إن شاء الله ستكون سنويا في وجود الحاج شعبان الحاج فتحي وأولاده بإذن الله، وندعو الله العلي الكريم أن يبارك في هذه الأسرة المباركة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والإسلامي، ومتحدثا الدكتور الشحات عزازي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. ومعنا الهندسة الإذاعية المتميزة للمهندس وحيد الخولي والمهندس أحمد الخولي والمهندس ناصر صلاح لتصوير الحفلات الدينية، وحضر معنا المهندس أحمد شوارة والشيخ موسى صقر. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، سعدنا بحضراتكم، لكم تحياتي علاء الشرقاوي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.